أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للمسلم في الجنة عدة زوجات؟ ومن له أربع زوجات في الدنيا هل يكون له الأربع إذا كنا مؤمنات مسلمات؟ نساء الدنيا المؤمنات يعدن في يوم القيامة أجمل ما يكون. قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فهن نساء الدنيا المؤمنات يعاد خلقهن أجمل ما يكون الدار الآخرة. وتخير المرأة إذا كان لها عدة أزواج تعاقبوا عليها في الدنيا، تخير بينهم فتختار أحسنهم خلقا. نعم.